أهلا وسهلا مشاهدينا الكرام. ضاقت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك ناقوس الخطر حول تراجع جودة الخبز، وهو من المواد الأكثر استهلاكا بالمغرب. نستضيف معنا للنقاش علي شطور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك وعضو الجامعة المغربية لحقوق المستهلك. أهلا سي شطور. أهلا وسهلا الأخ، وتحية لك والقناة الإلكترونية أنفاس البريس، وهذه القناة اللي هي مميزة والقناة اللي هي هادفة. وأهلا وسهلا للمتتبعين داخل هذا الوطن وخارجه. معكم شتور علي، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك والمنضوية تحت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك. مرحبا سي شطور. بداية نبدأ تعريفي عن الجامعة المغربية لحقوق المستهلك ودورها في الدفاع عن حقوق المستهلكين في جميع المناطق المغربية. هي الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك عندها هدف اللي هو مميز، والهدف ديالها هو حماية المستهلك والدفاع عنه وحماية حقوقه في جميع المجالات. وحنا دائما تحت واحد القانون اللي هو 3108 والمتعلق بالتدابير لحماية المستهلك. نعم سي شطور، أشارت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تراجع جودة الخبز على مستوى المواد المضافة، كيفاش تحلون هذه النقطة هذه أستاذي؟ حنا يا أخي إلا بغينا نتكلموا على الخبز يمكننا غادي نتكلموا في الصنف الأول والصنف الثاني في الخبز. بالنسبة للخبز، كاين الخبز اللي هو الخبز ما يسمى بالخبز الأبيض، وكاين الخبز الأسمر. هذا الخبز الأبيض وهو اللي كيكون مصطنع من الدقيق اللي هو المخصب والخالي من جميع الفيتامينات والخالي من جميع الاشياء اللي هو الجسم محتاج له. وكاين الخبز اللي هو الخبز الاسمر، وهذا الخبز الاسمر اللي هو مصنع من واحد الدقيق اللي هو قمح كامل، وهذا القمح الكامل اللي فيه فيتامينات، فيه معادن، فيه بين قوسين ما يسمى بالنخالة. وهذه النخالة اللي بغينا نتكلموا عليها، شنو هي النخالة؟ وهو الغطاء الخارجي للقمح، وهذا الغطاء الخارجي للقمح عنده واحد أهمية كبيرة في التغذية ديال المواطن وديال المستهلك كله. نعم نعم سي شطور. غادي الان غنشوفوا اراء المستهلكين في هذا الميكرو تروطوار ونواصلوا النقاش. خويا بالنسبه للخبز، انا كنشري الخبز من الزنقه ما الصراحه، بحيث الوقت ما كايناش وولفنا، هذه ولينا ابيتي هذه الحاله، هذه ولينا كنشريوه ديما من الزنقه، صافي بقينا على ديما الدار. يعني الا ما مشيت لي خصني نمشي عند الوالده عاد ناكل الخبز في الدار. ما بالنسبه للداري انا هكا كنشري من الزنقه، بزاف كنشري غير من الزنقه. اصلا كتلقى الخبز موجود وصافي، ولا تعكز ولا ما نعرف شنو، صافي ولفنا هذيك الحاله. نعجن خبزي في داري، هذاك ما طيبش مزيان ودايرين فرينه. انا كندير القمح، كندير شي حاجه زوينه، كناخذ اللي كيهوى مني، ماشي وما كيطيب، ما طيبش مزيان بعدا ومعجن وما نقيش. الحاجه اللي درتيها بيدك ماشي بحال شريتيها من الزنقه. صافي فيتامينات معلوم، الزرع كناخذ زرع معلوم ديال الدار. حسنا وليدي في مفيعه للصحه، ما ضرك لا معده لا مصران، حتى حاجه، اي حاجه طبيعيه ديال الدار. كاين بحال الدار ماشي الزنقه، الطواجن تا هما ديال الدار، بلا كوكوت بلا والو، كلشي طبيعي، كلشي طبيعي طبيعي، باش يكون خفيف ظريف وزيد البلديه. لا لا خبز ديال الزنقه ما كاينش، كي كما تشوف انا جبد ويجبد نسبة لك بكتب حال ديال الدار نقا، فهمتي؟ وعاود شكليتي ماشي الزرقاء، الزرقاء تا دقيق ما تتخربلها، من الخنشة للماكينة. بحال شحال مرة لقينا الضفا، لقينا صراخ الزيت، لقينا في الأول، من تما مابقاش ناخذ الزرقاء نعجن في الدار. أحسن ليا أنا خدامة ونجيب لي نعجن، نطيب في الليل، نطيب كلشي في الليل. كنفضل اخويا خبز الزنقه، حنا في الدار ما مساليينش ومع الخدمه وداكشي ضروري من خبز الزنقه. خبز الزنقه ضروري، ولا حيت الناس اللي كيعجنوا في الدار تنظن ولاو قلال، يمكن لا 10% اللي بقاو.
خبز الزنقه راه الناس راه 90% كتاكل خبز الزنقه وانا منهم، انا كنفضل خبز الزنقه حيت انا ما مساليش. بعد كتسالي مثلا في العشيه ضروري كتمشي تاخذ خبز من الحانوت ولا تراك باتيسري ولا الحانوت ولا هذا كتاخذ الخبز. ايوا هذا هو، انا حيت الناس ما كيساليش هذا هو. وفي الصباح ضروري ثاني كتاخذ، بغيت تفطر تمشي للحانوت، وتقدر ثاني تفطر في الزنقه تمشي للمحلبات تاخذ ثاني الخبز فيه شي حاجه ولا هذا. هنا هو الخبز ضروري من الزنقه. نقول لك كذاب شي واحد باقي كيدير الخبز في الدار، قليل قليل 10% ولا تنظن محاش بقاو. ما العيالات القدام الاولين هما اللي كانوا كيعجنوا. ما هاد العيالات تبارك الله جداد، كاين اللي كتلقاها خدامه، كاين اللي كتلقاها فهمتي. هذا هو كلشي كيفضل خبز الزنقه. خبز الدار ما خبز الدار ما كاينش بحالو، اما خبز السوق كيقول لك خبز السوق ما كيشبعش وماشي صحي، وبنادم هذا الوقت هذا راه ما بقاش باغي يعزن، لان مع الوقت كلشي مزروبه، كلشي مزروب. واش باقي دابا شي حد باغي يمشي الرحبه يكيل ويجي ينقي ويدي يطحنه ويغربلو؟ لا لا، وهو دابا شو دابا احترامات لجميع الاطباء داخلين ارض الوطن وخارجين ارض الوطن، كلهم الاطباء سميتو كينصحوا المواطنين بخبز الدار. علاش خبز الدار كيكون ديال القمح؟ سي شطور، ما تعليقك على اراء الوارده في هذا الروبورتاج على بخصوص انتاج الخبز؟ سبحان الله، انا ملي كنشوف هذا الروبورتاج كنشوف الثقه الكامله للمواطن او المستهلك المغربي اللي عامل في المؤسسات ديالو. وحنا دابا حنا كنعيشوا في واحد العصر اللي هي عصر السرعه، وان اي انسان كما كيكون كنلقاوه ما عندوش الوقت باش غادي مازال كالاباء ديالنا الاولون كيمشي خاصو يمشي ويجيب القمح ويطحنو وهذا، ما بقاش هذاك الوقت. ولات هذا الجيل ديالنا الجيل الحالي ولا الانسان عند واحد السرعه، عايش واحد السرعه، وتلقى السيده كتعمل السيد تيعمل ما عندهمش الوقت، ومن هنا كيكونوا مضطرين باش غادي كيمشيو للمخابز ويقتنيو الخبز اللي هو محتاج له، ويمكن كان محتاج له في العشاء وفي الفطور. اما الغداء كنقولوا لا ماجوريتي، ولا ما نقولوا واحد الكثير من الناس كيكونوا كيتغداو على برا. نعم نعم، دونك كيبقى لما قلت كيبقى على حساب هذا، كيبقى المسؤوليه كبيره على عاتق المؤسسات اللي هما اللي تبع والجوده ديال هذا الخبز. لان مادام ان المواطن هو سمعتي شنو تيقول، كيقول لك انا كنمشي كنقطن الخبز، ما تيسولش على هذا الخبز كيفاش داير، ولا هذا الخبز هذا ولا هذا. شنو كيدير هو؟ كيشوف خاصو ياكل الخبز، وكيعرف بان راه كاينه واحد المؤسسه اللي هي تابعه ومتبعه الجوده ومتبعه هذا. نعم. والحمد لله، وحنا لا نبخس للمؤسسه شيئا. نعم. وبخصوص تكاثر الافران التقليديه، واش عندكم شي تعليق على هذه الافران هذه؟ بالنسبه للافران يا اخي، ديال الافران التقليديه وما يسمى اللي هما في احياء اللي هو عشوائي، وقبل هذا الخبز ما غادي ياكلو يكون في المعده ديال هذا الانسان. نعم. انه المراحل كيدوز من مراحل التوزيع، مراحل بعد المراحل في هذوك الافران اللي هما ما غاديش نقولوا يمكن تكون ناقصه النظافه، الجوده ما غاديش نتكلموا عليها، يمكن ما نقدرش نقول الجوده، ما يمكنش نقول الجوده عاليه ولا هذا. نعم. كتبقى دائما المسؤوليه على عاتق الناس اللي خصهم يمشيو وغادي يكونوا يقفوا على هذه المسائل ويشوفوا واش كاينه نظافه، واش كاينه جوده. وكما قلت لك بان هذا الخبز قبل ما كيسمى هذا كاين واحد المراحل كيدوز منها، مراحل التوزيع. وانتم كتعرفوا راك انت. نعم. الحمد لله راك عايش في سمو كتشوف. نعم. بان الخبز كيمكن في التوزيع ديالو المراحل ديالو اللي كيدوز عنه بلا ما غادي نشرحها، كل واحد راه تيعرفها. نعم. واللي انا اللي كيبقى وكيعز في النفس ديالي، وهو واحد العدد ديال البقاله اللي كياخذوا داك الخبز تيحطوه بدون في واحد الحاله اللي ما ماشي هي هذيك، وكتجي واحد زبون كيقلب سبعه ولا ثمانيه ديال الخبزات باش غادي ياخذ خبزه بدون نظافه بين هذا. وهذا هو الخطر اللي يمكن قبل ما نهضروا على اشياء اخرى، وهذا هو الخطر الكبير اللي خص مراقبه اللي تكون صارمه. لان ما غاديش يمكن يقول لي واحد بان انا كان
كنوزع وكنخدم في واحد الفران اللي هو عشوائي، ونظرا اسمه الاجتماعية، الظروف الاجتماعية. هنا شنو كنقولوا انا؟ اياه اهلا وسهلا، ولكن لا، هو الصحة ديال المستهلك خط احمر. لا ما يمكنش نوازنوا بين الصحة ديال المستهلك وبين واحد المشكل اللي هو اجتماعي انا كنعيش فيه المجتمع، وخصني ندير هذه. لا، كتبقى ديما الجودة، ولو انا خص تكون جودة عالية، لان هذاك المواطن او هذاك المستهلك كيقلب والو، ما كيقول لك والو، ما بغى حتى شي حاجه، بغى الجوده. حيت الى لقى الجوده غادي يكون انه وصل الحمد لله المسائل اللي غادي يكون راضي بها. نعم سي شطور، وما هي المقترحات ديال الجامعه المغربيه لحقوق المستهلك في الرفع من جوده الخبز، الى جانب دور الوزارات والمؤسسات الوصيه في تعزيز يعني المراقبه ديال قطاع انتاج الخبز؟ احنا بالنسبه لنا اللي كنطالبوا كجمعيه وكنطالب من المؤسسات اللي هي مختصه في المراقبه ديال الجوده، في المراقبه ديال الاشياء اللي هي كتصنع بها هذاك الخبز، تكون مراقبه اللي هي جاده. وحنا هاد المؤسسات كنحترموها وكنقولوا بان راه كتعمل ليل ونهار، ما غاديش نقولوا هذا، ولكن حنا اللي كنطالبوا باش يزيدوا في العمل ديالهم وتكون واحد التضحيه كبيره. وهنا كنقول كجمعيه او كجمعيه بان كنطالبوا الحكومه في واحد الحاله، في هذه الحاله هذه، باش زياده ديال الاطر اللي هي هذه الاطر اللي تكون تعطاها واحد التعليمات وفي هذا المجال، باش يكون اي دابا كنسول اي مؤسسه كيقول لك ودي انا غادي نخدم، كنخدم، ولكن راه خاصني ما عنديش فقط ديال، ما عندوش واحد العدد كبير ديال الموظفين اللي غادي يخرجوا اللي غادي يخدم في هذا. دونك كاين واحد المشكل، حنا اللي كنطالبوا زياده في واحد الاطور اللي هما باش تكون واحد التغطيه شامله. ولا كانت واحد التغطيه شامله غادي يكون واحد المراقبه. وانا كنقول من هذا المنبر كجمعيه، الا كانت العمل هنا ماشي العمل هو ديال المكتب، هذا العمل اللي هنا هو عمل ديال يمشي الانسان للارضيه، وتكون واحد زيارات مباغته بهذه الكلمه. الا كانت واحد زيارات مباغته للجميع، لا كنقول المخابز لا اي هذا، كتكون باش الانسان الا مشى كتكون ديك الزياره المباغته كنشوف شنو وقع بين جدران. نعم دول اللي كان. نعم شكرا جزيلا سي شطور على كل هذه التوضيحات. شكرا مشاهدينا الكرام، ونضرب لكم موعدا جديدا مع ضيف جديد.